حضرتك بتقولي اللي هم في دور الرعاية، خليني أتنقل على دور الرعاية. دور الرعاية عموما التابع لوزارة التضامن في ظل ظروف كورونا، الحياة فيها عاملة إزاي والإجراءات الاحترازية فيها عاملة إزاي؟ أنا عايزة لما نيجي نتكلم في هذه النقطة الناس تقدر ما هو موجود داخل الوزارة إزاي. إحنا عندنا عدد دور الأيتام فقط 521 دار، عندنا عدد دور المسنين 172 دار، عندي عدد الدور 18 دار كبار بلا مأوى اللي هم مشردين، بس احنا عملنا. انا لسه كنت هسأل حضرتك على اطفال بلا مأوى وكبار بلا مأوى. الكبار بلا مأوى الحقيقه معالي الوزيره عملنا قرار وعدلنا المسمى، ما بقاش مشردين فخليناها كبار بلا مأوى. عندنا 8 مراكز استضافه للمرأه، عندنا 132 دار للمغتربات بناتنا اللي في الجامعات اللي هم في المحافظات المختلفه. يعني ايه استضافه للمرأه؟ مراكز استضافة المرأة يعني الست اللي ملهاش مكان أو مأوى ممكن تبقى موجودة في المراكز دي. يعني مثلا تعرضت لعنف الضرب، جوزها طلقها زي كده يعني، ده غير المغتربات بالضبط يعني. كده ملهاش مكان تروحه، فده مراكز استضافة المرأة. وعلى ذكر ده، في أي نوع من أنواع الدعم النفسي مع طبعاً نفسية؟ بيقدم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والدعم المادي، لأن ممكن يجيلك واحدة مش ما بتشتغلش، مش متعلمة، مش موظفة، فانت لكن لو هي موظفة في نظام تاني بيتبع معاها برضو، وحاجات بتبقى بسيطة جدا. فيعني برضو توفير الدعم القانوني، ما فيش طبعاً بالمجان تماما، كله اول مره اعرف انه ممكن كمان توفروا دعم قانوني. ده شيء طبعاً يعني اللي احنا بالشراكه مع الجهات المختلفه اللي معانا كل اوجه الدعم ممكن تقدم. عندنا نستكمل الاعداد بقى. عندنا 132 دار للمغتربات بناتنا اللي هم موجودين في الجامعات على مستوى الجمهوريه. ايام الامتحانات ساعتها معالي الوزيره ادت امر قالت افتحي ونشدد الاجراءات الاحترازيه عشان بناتنا اللي جايه من اسوان واللي جايه من هتقعد تبات فين وهتروح وترجع ازاي. عندنا الحضانات النهاريه بس فوق ال 11000، فمتخيله الكم والعدد. وعندنا مؤسسات الدفاع الاجتماعي 47 مؤسسه، مفيش فيهم الا واحده مقيده للحريه اللي هي في المرج. طب ازاي تم تغطيه كل هذه الدور والمؤسسات بإجراءات احترازية وبمتابعة في ظل ظروف فيروس كورونا؟ الحقيقة منذ بداية فيروس كورونا المستجد معالي الوزيرة قعدنا عملنا جلسات مشددة واجتماعات متتالية، وأصدرت معاليها منشور من 15/3 منذ البداية بكافة الإجراءات الاحترازية اللي احنا اتخذناها وهنعممها على كافة الدور والتشديد على تنفيذها والمتابعة والتفتيش بقى والرقابة على تنفيذ، على كل ده. هل ملتزمين بيها ولا مش ملتزمين بيها؟ لأن دي مفيش فيها تهريج. انت بتتعاملي مع ارواح، انت داخل نطاق اسرتك ام واب واولاد، وبتبقي خايفه وقلقانه ومتوتره ان ممكن يحصل عندك اصابه من الاصابات. انا عندي داخل الدور بيبقى فيه 70 طفل وفي 50 وفي 30 وفي 20، عندي 50 مسن، عندي 40 مسن. فاذا لم يكن هناك حزم في تطبيق الاجراءات الاحترازيه والالتزام بيها هتحصل كوارث، وخصوصا ان تجمعات مع بعضها لو حاله واحده اصيبت هتهدي كل الدار. فالحقيقه كان من ضمن الاجراءات الاحترازيه غرفه عزل، لازم في كل مؤسسه يتواجد غرفه عزل بحيث اي حد عنده اشتباه في برد في حراره ما بنستناش نوصل لمرحله كورونا، على طول يتم عزله فورا لحين التنسيق مع المستشفى ونقله فورا على المستشفى علشان حمايه ارواح الاخرين. عندنا جهاز الكشف الحراره وفرناه في كافه الدور للكشف على حراره المقيمين داخل الدار والعاملين، ومنعنا الزيارات تماما، منعنا استقبال اي وجبات خارجيه. كل الوجبات اللي كانت بتجيلنا تبرعات منعناها، لان ممكن يكون حد مصاب ويعملها فبالتالي ينقل الاصابه. عملنا منشورات توعويه ووزعناها على كافه الدور الرعايه على مستوى الجمهوريه وتعليقها في اماكن ظاهره وواضحه، بحيث ان يبقى الولاد والعاملين واي حد داخل يقراها ويبقى عارف كيف احمي نفسي من فيروس كورونا. ايضا عملنا كورسات تدريبيه مع جمعيه الهلال الاحمر، دربناهم على كيف احمي نفسي والاسعافات الاوليه والخروج الامن من المؤسسات
اذا لزم الامر وقت حدوث الطوارئ. أه. فاحنا قلنا نضرب اللي هو لو حصل اي ظرف طارئ ازاي بيتمرنوا على ده، يعني لا قدر الله حريق او بيبقى عارف كده ازاي يخرج منه. واحنا بندرب على فيروس كورونا، قلت طب ليه؟ طب ما احنا ندرب على نضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، اكتر من حاجه، ندرب على اكتر من حاجه بحيث الولاد يبقوا مجهزين. فهمناهم يعني ايه سياسه التباعد واحترام المسافات، علشان كان صعب جدا ده طبعا على ما اعتقد بالنسبه جداً للاطفال والكبار. ما انا كنت لسه هسال ايهما اصعب كان بالنسبه لكم، المسنين كبار السن اكتر ولا الاطفال؟ الاثنين بصراحه، لان ده بيأثر سيكولوجي عليهم. برضه هم متعودين على الزيارات الخارجيه، متعودين على الحفلات، متعودين الناس بتروح تحتفل معاهم، الناس بتدخل اليوم بالهدايا فانت منعتي كل حاجه، وقفتي كل الانشطه، في انشطه بس عن بعد داخل المكان نفسه، فبدا تحصل فيه حاجات نفسيه، ولذلك عملنا البروتوكول مع منظمه اليونيسيف مصر على اساس الدعم النفسي، تقديم الدعم النفسي لكافه المقيمين داخل الدور، سواء مسنين سواء اطفال كله بقى. طب هو البروتوكول مع اليونيسيف هي